يلا يا احبابي الكرام، احييكم دائما وابدا، ونطلب الله عز وجل يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ كل خوتنا المسلمين فين ما كانوا من هذه البلاد ديال السحر. واختم قولي معكم بهذه الايات من سوره ياسين. الله عز وجل يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.
ألم ير الإنسان أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله 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 إخواني الكرام شكرا لكم على هذا الكلام الجميل وطابت أوقاتكم بكل خير وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر أحييكم ثم أحييكم كنتم معنا وشكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أليس الصبح بقريب؟بلاتي شويه ما تمشيش امين تحيه اخويا النحيلي فراجي رباب شكرا جواد الله يبارك فيك امين عادل ايتس ما شاء الله ربي يبارك فيك سعيد ما بقات شي في الهضره فايش بقات اخويا الله الله ما شاء الله ربي يبارك فيك خويا يونس شكرا هشام وعليكم السلام مرحبا جزاك الله خير فيصل ربي يبارك فيك مساوي ما نسخاوش بك خويا العزيز الله يحفظك الله ينورك الله ابراهيم من تطوان بلاتي ما تمشيش يا انا خويا احنا خزيان انا خزيان والله يا أحبابي الكرام وأتنا والله يا إخواني الكرام وربي على ما أقول شهيد والله يا إخواني ما كنسخاو بكم والله والله إلا دريس حفظك الله وأنت كذلك أخي دريس بعد الدبابات راه ما مروبلني بعد الدبانات راه ما منوض اللي روين أنا نبيل وعليكم السلام مرحبا خويا نبيل
عدنان أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه. خويا حسن عندك شي ناس مراد أخي خسروا الهضرة، خليه أخي عبد الله خليه، أنا أعرف هذا، ربي قال سبحانه عز وجل نعم نعم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. اش كتجي حداها؟ شكون يكتبها لنا؟ يلا شكون يكتبها لنا؟ يلا يا إخواني الكرام، هذاك السفلة اللي كيسبوه يلا داويهم داويهم يا إخواني. وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كملوا لنا كملوا لنا كملوا لنا هذه الآية يا إخواني الكرام، كملوا لنا هذه الآية. واجا صوت الله حفظك خويا فيصل حفظك الله، اقرأ التعليق اللي في المستوى. الله يحفظك خويا يحيى مرحبا والله يا أخي ما نسخر بك، شكرا شكرا لكم. تا واحد ما كتب لي الآية. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الراقي الشرعي أيوب المكناسي. يلا إخواني تحياتي وتبارك الله عليكم، مرحبا خويا محمد أمين نسالة ديما. يلا تبارك الله عليكم، السلام عليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا.